استكمالا لمشروع توسيع الطرق المؤدية لعقدة الشريعة في مدينة حماة، وبهدف تخفيف الازدحام المروري، بدأ مجلس المدينة العمل ضمن المرحلة الثالثة لنقل دوار فيصل الركب وتوسيع المسارات الطرقية المؤدية من وإلى ساحة العاصي التي تشهد حركة مرورية كثيفة. إعادة تأهيل الحركة المرورية بعقدة الشريعة. هلأ في عنا دوار فيصل الركبي، هذا الدوار كان في الأصل حواليه في حركة مرورية، حسينا أنه هي بحاجة إلى حل، فقدم الحل عن طريق دراسة. مجلس المدينة عم يشتغل بهالدراسة. القيمة لهذا العمل تقريبا 75 مليون. هو عبارة عن أربع مراحل، وفي مرحلتين، وإحدى هذه المراحل أو ضمن هذه المراحل هو تنظيم سير حركة السيارات ضمن هذا هو دوار الشريعة، وهو معروف بحماة دوار فيصل الركبي. المشروع لاقى ارتياحا من المواطنين والسائقين الذين كانوا يعانون صعوبة بالمرور وكثرة الحوادث المرورية، ويسهل تنقل المواطنين في المنطقة الحيوية والتي تتعدد فيها مراكز الدولة الحكومية. والله أنا نفسي سويت حادث هون، مدري شلون هيك ضربني، يعني هون طلع من هون ضربني بالاخر. هي احسن شيء بيعملوه عن جد، يعني لانه كان وضعه كتير هيك على جنب وعلى تله وكذا هيك بالساحه، صح حلوه. يعني بالنسبه لي يوميا كنت امرق من هذا الدوار يوميا، ومعاناه كان في علي يعني كتير كثيره. الحمد لله يعني هلا يعني ان شاء الله بالفتره اللي جايه كل هالمعاناه ما حدا يشوفها. حطوا مطب هون وما استفادوا شيء، هي اول شغله. يعني حوادث تيجي من هذا الطريق اكثر، لان منزل وشارع مخفي. ايه صار هيك، هلا عم يكبروا الدوار وهي وقصوا هذا المنصف، صار هلا الامور تمام ان شاء الله. هي هلا رجعوا انه بلشوا يشتغلوا فيها، كونه صارت تسبب كثير يعني معوقات قدام المواطنين وقدام الحركه المروريه. هذا ويعمل مجلس المدينة بالتعاون والتشارك مع المجتمع المحلي على تأهيل المداخل الرئيسة لمدينة حماة وتجميلها وترميم الأضرار في المنصفات.